أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنصة. سبتمبر مجيد وكل عام وأنتم بخير. يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا. إنه يوم 26 من سبتمبر، يوم التحرر من الكهنوت وتحطيم الشعب لأغلال الإمامة وقيودها. 57 عاما منذ شروق شمس هذا اليوم العظيم على سماء البلاد الملبدة بظلام الإمامة ودخول نورها إلى كل بيت يمني حر. ورغم الانقلاب والالتفاف على أهداف هذه الثورة المجيدة ومحاولة إجهاضها، إلا أن اليمنيين ما زالوا متمسكين بها في انتظار استعادتها من أيدي الانقلابيين والمضي في تحقيق أهدافها واستئناف مسيرتها التحررية. من أقصى البلاد إلى أقصاها قام اليمنيون بإحياء ذكراها وإيقاد شعلتها في ساحات المدن العامة وعلى سفوح جبال أريافها، مؤكدين بذلك رفضهم لأي مشروع غير مشروع الجمهورية. عن الذكرى 57 لثورة سبتمبر، ماذا تعني هذه الثورة لليمنيين وأين تكمن عظمتها في نظرهم؟ سيكون المحور الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع. في المحور الثاني سنناقش الرياضة في اليمن بين فرحة الإنجاز وغصة الإهمال. كيف استطاع اليمنيون تحقيق خطوة إلى الأمام في مجال الرياضة رغم الأوضاع المأساوية التي تمر بها بلادهم ورغم إهمال الجهات المعنية لهذا الجانب؟ وكيف استطاعت فرحة تحقيق إنجاز رياضي توحيد قلوب اليمنيين وإخراجهم من حالة الإحباط إلى قمة التفاؤل والأمل؟ قبل البدء بمناقشة هذين المحورين معكم، نذكركم أنه يمكنكم المشاركة في الحلقة من خلال اتصالكم عبر الأرقام الموضحة أسفل الشاشة، ونستقبل أول اتصال في هذه الحلقة. معنا زهير الطاهري. مرحبا بك زهير، كل عام وأنت بخير. سبتمبر مجيد. كل عام وأنتم بخير، وسبتمبر مجيد وسبتمبر مبارك على كل اليمنيين في الداخل والخارج. على كل اليمنيين. إذن زهير، في الذكرى 57 لهذه الثورة، ماذا تعني لك ثورة 26 من سبتمبر أنت كمواطن يمني؟ ثورة 26 من سبتمبر ثورة أخرجتنا من كهوف الظلام ومن مستنقع الماضي إلى النور وإلى الحاضر الذي إلى التعليم وإلى ما رأينا فيه من الخير وكل منجزات هذا العصر. يعني اخرجت اليمن من عصور التخلف. ثورة الثالث والعشرين من سبتمبر اليوم يحتفل بها المواطنون في الشوارع، يعني رغم عدم الاحتفال به من قبل الجهات المعنية في الحكومة، الا ان اقمنا اليوم يعني العديد من الشباب والنساء والرجال و قولة الرويشان ردت النشيد الوطني وفي كل شوارع صنعاء. يعني هذا الشعب خلق ليكون جمهوريا، يعني في كل الباصات وفي كل الموتورات وفي كل السيارة تسمع أيوب طارش وتسمع كل ما. نعم زهير، هذا الزخم الذي تتحدث عنه كان من الملاحظ في السنوات الأخيرة، سنوات الحرب الأخيرة، أن أصبح اليمنيون يحتفون بهذه المناسبة بزخم كبير، بشغف كبير. زهير، برأيك ما سبب كل هذا الزخم؟ لماذا اليمنيون يحتفلون بهذه المناسبة بهذه الطريقة من كل وجدانهم وأرواحهم؟ ربما هي الحاجه الى هذه الثوره. يعني عرفوا، يقال يعني نحن بما نفقد، يعني نعرف الشيء عندما نفقد قيمته. فيعني اليمنيون اليوم يدركون قيمه وقداسه هذه الثوره بعد ان انتقدوها. نعم، إذن زهير الطاهري شكرا جزيلا لك أنك كنت معنا في هذه الحلقة. معنا اتصال آخر من أب أشرف عبادي. مرحبا بك أشرف، مساء الخير وسبتمبر مجيد. مساء الخير طبعا، مساء سبتمبر مجيد. أهلا بك مساء أشرف. مساء الجمهورية في أنحاء الجمهورية الذي احتفل بها الشعب اليوم، ومن أمس مساء أمس حيث أشعلت القناديل في كل جبال الوديان ابتهاجا بالثورة.
كيف كان الاحتفال بسبتمبر أشرف في إب؟ كان الاحتفال جميل لجميع أنحاء التجاريات والمدن، الكل حال الرفض الشعبي، الميليشيات أدت إلى تزايد عدد المحتفلين في الثورة في صفحات التواصل الاجتماعي في جبال في الوديان، الكل أشعل، الكل تحرك، الكل يتحدث عن الثورة وكأن الثورة ما زالت أقيمت قبل عام. حالة الرفض الشعبي والأزمات التي تتناوب الميليشيات على تداولها على هذا الشعب جعلت من هذه الثورة وكأنها قد سلبت يوما ما، واستعادتها في هذه الفترة استعادت هذا النهج الثوري وحس الشعب بقيمته، حيث أنه قد سلب من حقوقه، سلب من حريته، الآن يحاول العودة بغطاء اسمه غطاء 21 سبتمبر، هو غطاء سرقة للثورة، بس أنه يحاول أن يغطوها. منعوا الاحتفالات الرسمية في جميع المحافظات واكتفوا قالوا بالاحتفال في العاصمة صنعاء، لكن هذا الاحتفال هو مبطن، حالة التستر لإخفاء العداوة الكبيرة التي يحملونها للثورة. نعم أشرف، في ظل هذه الأوضاع التي تمر بها البلاد، ما الذي تعني 26 سبتمبر في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد وأيضا الجمهورية؟ ما الذي يعني هذا اليوم؟ هذا اليوم يعني الشعب اليمني هو نافذة الأمل، هو ميلاد شعب، يوم انتهى فيه عهد الظلام، انتهى فيه هذا التحنت الإمامي الذي يحاول الآن مجددا العودة تحت أي مسمى، تحت مسمى المسيرة أو غيره. نعم. هو الآن يحاول حثيثا زرع جيل جديد كراهية في الثورة، بالأول يشي في استبعاد الاحتفال، تهديد الرموز الوطنية التي قامت بالثورة من تشويهها، من محاولة طمس معالم الثورة من خلال الأبناء، لكنها لا يعرف، لم يعد جيدا ان هذا ان اسماء او ابطال الثوره هذا محفوره في قلوب هؤلاء اليمنيين الذين عاصروا الثوره وعاصروا منجزاتها بشتى الانواع. هناك اهداف كثيره للثوره لم تتحقق، ولكن حاله الرفض الشعبي والتحرر والتعليم التي اوجدتها الثوره هي من تقاومهم اليوم، من تقاوم مشروعهم. بل 26 سبتمبر هو نافذه الامل الوحيده، والتمسك به والتمسك بهذا النافذه هي التي ستخرج الشعب اليمني من الحاله الموجوده فيه. صحيح أشرف، امام الشعب الا المضي قدما في تحقيق اهداف 26 سبتمبر. نعم أشرف عبادي، كنت معي من إب، شكرا جزيلا لك أشرف أنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من هادي الأهدل وهو يمني مقيم في فرنسا، مرحبا بك هادي. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اهلا بك هادي، سبتمبر مجيد. سبتمبر مجيد، تحيه سبتمبريه لكم ولكل طاقم البرنامج ولقناه بلقيس، لكل مواطن ولكل رجل ولكل مناضل وبالذات الجنود في جبهات القتال. هادي، لم يقتصر الاحتفال بهذه المناسبة على اليمنيين داخل اليمن، أيضا اليمنيين خارج البلد أيضا احتفلوا ربما بزخم أكبر، حدثنا كيف احتفلتم أنتم في الجالية في فرنسا بهذا العيد؟ بالنسبة للاحتفال سواء داخل الوطن لهم، يعني يستطيعوا بعض المناطق المحررة، يستطيعوا أنهم في بعض المناطق المحررة استطاعوا أنهم يشعلوا الثورة ويخرجوا يعبروا عن مشاعرهم في الشوارع. نحن المكان المتنفس الواحد هو وسائل التواصل الاجتماعي بالذات فرنسا، لانه نحن في مدن الجاليات، ممكن الجاليات اللي متجمعه الجاليات اللي لهم عدد منهم عدد كبير مثلا في مرسيليا وباريس، قد يلتقوا يعملوا حفلات احتفاليه. واعتقد انه لما نكون في خارج الوطن يكون هناك في شعور بالفخر والاعتزاز بهذه الثوره، لانه فعلا هذه الثوره انجبت، قاموا بها رجال ابطال كبار. صحيح. محمود الزبيري وغيره من الله. قاموا بها رجال ابطال، لكن للاسف ان وصلت هذه الثوره وصلت الى جيل وقاده من الذي خانوها نوعا ما، بالذات عبد الرب المزرادي. يعني الكارثه الكبيره انه رجال ضحوا بنفسهم لتصل هذه الجمهوريه الى يد شخص كعبد الرب المزرادي، والشرعيه اللي الان يضيعوا هذه الجوهره الثمينه. للاسف لم يقوموا بواجبهم الوطني تجاه هذه الثورة وتجاه هذا الوطن الكبير وتجاه هذا البلد
الغني بالثروه البشريه وبالرجال الاوفياء والمخلصين امثال الشدادي. اعتقد انه من للاسف هؤلاء مثلا الموظفين لدى الدوله والمسؤولين سرقوا مننا هذه الفرحه حاليا بالذات للاسف. نعم، إذا هادي الأهدال شكرا جزيلا لك أنك كنت شاركتنا في هذه الحلقة. شكرا هادي. اتصال آخر من أحمد القاضي من مصر. مرحبا بك أحمد، مساء الخير وسبتمبر مجيد. كل عام وأنتم بخير، سبتمبر مجيد على الأمة اليمنية كاملة. وأنت بخير. أحمد، بماذا اختلف الاحتفالات هذا العام عن أول وأيضا العوام السابقة عن ما قبل الظروف التي تمر بها اليمن حاليا؟ اولا يا استاذ الكريمه، منذ ان اسقط الحوثيون العاصمه صنعاء واسقطوا الجمهوريه اليمنيه بدا الناس يعرفون عظمه هذا اليوم. نعم. السابق يعني للاسف الشديد كان مغير يوم سبتمبر، وكان الاغلبيه من الشعب لا يعرفون عن سبتمبر الا انه يوم اجازه، الا الذين عاشروا ايام الامامه كانوا يعرفون عظمه هذا اليوم. السبب أن اليمنيين يحتفلون في هذا العام أكثر من السابق بسبب الوضع الذي يحصل في اليمن، انقلاب في الشمال وانقلاب في الجنوب، وبسبب أن اليمنيين بدأوا يستعيدون الهوية التي غابت عنهم لقرون طويلة، وبسبب ما يفعله الحوثيين في صنعاء من تضييق على الناس، مع أنه في العاصمة صنعاء أغلب المحلات وأغلب الناس مشغلين يعني أغاني أيوب طارش سبتمبرية، رافعين الأعلام الجمهورية. هناك توجه حقيقي من اليمنيين لمعرفة عظمة هذه الثورة العظيمة التي قضت على التخلف والجهل وقضت على كهنوت جاثم على اليمنيين لأكثر من 1000 عام. كل سنة اليمنيين يحتفلون سبتمبر منذ أن يبدأ إلى أن ينتهي، بل أن اليمنيين أصبحت كل أيامهم سبتمبر. لماذا؟ لأن سبتمبر هي التي أتاحت التعليم، لأن سبتمبر هي التي أتاحت الحرية، لأن سبتمبر هي التي أعادت الصحة. سبتمبر أخرجت اليمن من العزلة التي كانت ربها الأئمة إلى النور. سبتمبر أخرجتنا من ظلمات الأئمة إلى سعات العالم أجمع. في كل سنة يحتفل اليمنيون بسبتمبر لما عانوه من ويلات الذي يعملون من خلالهم في صنعاء. لذلك كان لزاما علينا أن نحتفل بسبتمبر التي فجرت طاقات الشعب اليمني وبنت المدن وعمرت الأمصار في كل مكان. نعم، إذا أحمد القاضي شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من فؤاد عامر من فرنسا. أهلا بك فؤاد، مساء الخير وسبتمبر مجيد. أهلا، مساء الخير، أهلا بك وبالمشاهدين، مرحبا بك. أهلا بك فؤاد. الذكرى سبتمبر هذا العام تأتي واليمنيين يعيشون ربما أسوأ وضع قد يعيشه أي بلد في العالم، ورغم ذلك يحتفون بزخم كبير. خرج الناس للاحتفاء بفرح عارم في كثير من المحافظات وأيضا في كثير من العواصم حول العالم. ما الذي يريد اليمنيين إيصاله بذلك؟ نعم، 26 سبتمبر هو كما قال أحد روادها العظام المشير الصلال، هي مسيرة الألف عام قطعناها بليلة واحدة. ألف عام من الجهل والفقر والمرض، ألف عام من الغيبوبة التاريخية للأمة اليمنية، ألف عام من التخلف والعبودية تعود لنا اليوم بشكل أو بآخر مع انقلاب السلالة الإمامية الهاشمية على الدولة اليمنية. وبالتالي نحن نقع اليوم في نفس الظروف التي عاشها ربما آباؤنا وأجدادنا في ما قبل ثورة سبتمبر. فمن الطبيعي أن يكون هذا الاحتفال الكبير بسبب فقدان سبتمبر وفقدان معاني سبتمبر. سبتمبر هو كان بالنسبة لليمنيين هو يشكل يوم الأمة. يوم الأمة اليمنية هو بداية النهوض ومسيرة الأمة اليمنية نحو الدولة والأمة، نحو مؤسساتها، نحو موجهاتها ومقوماتها من عقد اجتماعي وديمقراطية ومؤسسات ودولة مدنية لا عسكرية ولا دينية. هي كانت البداية،
اليمن لم تكن موجودة، كانت مغيرة طوال 1200 عام. نعم. وكما يقول محمد حسن الهيكل، يعني اليمن هي عبارة عن عشائر وقبائل تحاول أن تصعى نحو الدولة. نعم. وكان يوم 26 سبتمبر هي اليوم الكبير واليوم الأم للأمة اليمنية في سبيل الوصول إلى مرحلة الدولة والأمة، وصلت مع ذلك. صحيح. يعني كانت هي المناسبة الأهم والأم لثورات لاحقة، لأيام عظام مثل ثورة 14 أكتوبر، 30 نوفمبر، 22 مايو. كل هذه التواريخ كانت مبتدأها ومنبعها الأصيل هي ثورة 26 سبتمبر، بما تحمله من طموح، بما تحمله من تطلع نحو المستقبل. صحيح. من قطيعة على الماضي. لهذا السبب من الطبيعي أن نجد هذا الاحتفال الكبير والتفاعل الناس مع هذه المناسبة الكبيرة. صحيح. إذن فؤاد شكرا جزيلا لك، شكرا أنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع أيضا طرحنا في مواقع التواصل الاجتماعي أو وصلتنا بعض التصريحات عبر الواتساب، نذهب لاستطلاع هذه التصريحات. لثورة 26 سبتمبر وفي ذكرها 57 بأن هي الثورة المخلصة من الكهنوت والإمامية والظلامية والسلالية، وبالتالي هم أعلنوا موتها وإلى الأبد. لكن ومع عودة الإنقلابيين من جديد وانقلاب على الشرعية وعودة الإمامية من جديد، يؤكدون أن أيضا أنهم مستمرون في تحقيق أهداف ثورة 26 سبتمبر حتى القضاء على هذا الانقلاب وبناء دولتهم الحديثة. يرى اليمنيون جميعا أن ثورة 26 من سبتمبر في ذكرها 59 هي المنقذ الوحيد الذي يتآمل عليها الملكيون والإماميون منذ قيامها. صحيح أنهم خبوا أو همدوا لفترة من الزمن، ولكنهم عادوا من جديد ليعيدوا الإمامة. طبعا الشعب اليمني تنفس السعداء من خلال ثورة 26 من سبتمبر، وبدأ يتوجه نحو التعليم، نحو الاقتصاد، نحو تطوير ذاته سواء في الداخل أو في الخارج، وبدأ الناس يهتمون ببلادهم وبدأوا يصنعون وبدأوا يزرعون، وربما وإن كان بصفة أقل أو يعني ببساطة، ولكنهم بدأوا يخرجوا للعالم وبدأوا ينظروا إلى العالم كيف يعيش، وبدأوا يعيشون مثل العالم. ولكن المتآمرين عادوا من جديد، وها هم اليمنيين اليوم يحتفلون ب 26 من سبتمبر لأنهم رأوا فيه نافذة حرية، ورأوا فيه نافذة نحو العالم، ورأوا فيه نافذة نحو التعليم، نحو الازدهار، نحو الخروج من قمقم أو من السلالة من العبودية، من الممارسات الضيقة إلى أوسع نطاق. لذلك اليمنيون يفرحون وسيفرحون وسيحضرون إلى الميادين وإلى الشوارع احتفالا بهذه الذكرى. هم فقط من أجل سبتمبر، وفقط من أجل يغيظوا أعدائهم وهم الإماميون الجدد المتمثلين بميليشيات الحوثي الانقلابية السلالية التي تخلص منهم اليمنيين قديما، ولكنهم يحاربونهم الآن من جديد، ويقفون في المدارس والمواقع والجبهات من أجل التخلص منهم من جديد. ويتمنى اليمنيين أن تكون هذه هي المعركة الأخيرة لينعم الجيل القادم بما. إذن مشاهدينا، بتصريحات الناس هذه الآتية من اليمن المليئة بالفخر والاعتزاز بثورتنا المجيدة، نختم هذا المحور وننتقل إلى المحور الثاني والذي سنناقش فيه وضع الرياضة في اليمن. كيف استطاع اليمنيون تحقيق إنجاز رياضي كروي في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد ورغم الإهمال الشبه التام من قبل الجهات المعنية؟ نستقبل أول اتصالات هذا المحور، ومعنا الكابتن حسين موسى من السعودية وهو مدير المنتخب الجالية اليمنية في عسير. مرحبا بك كابتن حسين. الله يحييك أختي العزيزة. أولا أمسي عليك وعلى ضيوفك الأكارم، وأشكركم على دعوتنا معكم للمشارك معكم فرحة المنتخب للناشئين، فرحة بطاقة التأهل الآسيوية المقامة في البحرين. طبعا فرحة لا تصور ولا نستطيع أن نوصفها للشعب اليمني. حققنا لإنجاز عالي جدا
الجمهور مساند لهذه الفرحة التي لا توصف. أولا أشكرك أختي على هذه المداخلة. منتخبنا الوطني قدم مستوى رائع ومميز وملفت للأنظار وقدم ابتسامة وفرحة أسعدت كل اليمنيين. صحيح. قدم فرحة وأسعد الشعب اليمني في الداخل والخارج وجعل الشعب اليمني موحدا. المنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة الكوتش محمد النفيعي ومساعده الأمين محمد البعداني الذي عمل درسا في الوطنية والإخلاص من خلال فرحته الكبرى بتسجيل منتخبنا أروع الأهداف والتأهل. سنفرح مع منتخبنا الوطني وسنهاجرهم مهما كانت النتائج، ولكن يجب على الجهاز الفني تقديم برامجه القادمة للإعداد المبكر وعلى الاتحاد اليمني لكرة القدم أن يستجيب لهذا الإعداد المقبل. ولذلك هذه التصفيات تعتبر هدف لليمنيين كامل. المنتخب نعشش اليمن كامل في فئاته الأول والثاني والناشئين. لا أستطيع أن أوصف الفرحة هذه أختي الفاضلة، ولكن لا أقدر أوصل الشكر والتقدير لكم جميعا في هذه القناة. نعم، شكرا لك كابتن حسين لمشاركتنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من صنعاء من بكر علوان. مرحبا بك بكر، مساء الخير. مرحبا بك أمل، ومرحبا بالمتابعين لقناة بلقيس. أهلا بك بكر. مرحبا أيضا. إنجاز كروي حققه منتخب اليمن الأول وأيضا منتخب الناشئين رغم الظروف السيئة التي تمر بها البلد وشحة الدعم وضعف التأهيل، برأيك كيف استطاع هؤلاء الشباب إنجاز كل ما أنجزوه في ظل هذه الأوضاع؟ استطاع الشباب، وقالها حمزة محروس لاعب منتخبنا اليمني، انه لعبوا من اجل 30 مليون، لعبوا من اجل كيان واحد كان اسمه اليمن. هذه كانت اجابه حمزه محروس مهاجم منتخبنا للناشئين. لكن الامانه المنتخبين سواء الاول او منتخب الناشئين يعني ادوا اداء رائع جدا في التصفيات الكبار، اداء رائع حتى الان بتعادله مع سنغافوره هنالك في سنغافوره، وتعادله ايضا مع المنتخب السعودي اللي له باع وصولات وجولات في آسيا. منتخبنا للناشئين وقع في مجموعة كانت الكابتن محمد النفيعي، وقلنا له المجموعة شبه سهلة. قال صحيح المجموعة سهلة، لكن لن الخصوم، وإن شاء الله نقدم أداء يشرف اليمنيين، وكانت هذه كلمته وفعلا أوفى بها داخل أرضية الميدان الكابتن محمد النفيعي مدرب منتخبنا. نعم. واستطعنا أنه استطاع الرجال الأبطال داخل أرضية الميدان من 11 مقاتل أنهم يسمعوا الفرحة. صحيح أنه صعدنا كأفضل ثاني في مجموعة ضمت قطر أيضا، وكنا نأمل أنه تقام المباراة قطر مع بوتان أيضا بنفس توقيت مباراة منتخبنا قطر وبنغلاديش، لكن لا ندري، ربما أيضا الاتحاد اليمني لا ندري ما هي الحسابات التي كانت وما هي الاتصالات التي أجريت أيضا مع الاتحاد الآسيوي. كنا نأمل أن تقام المباراة علشان تكون الأمور عادلة جدا وتكون يعني في خفايا، وربما تكون لعبة أيضا أن تقام المباراة بعد مباراة منتخبنا، لكن الحمد لله تأهلنا، وإن شاء الله يقدم الرجال في تصفيات كأس آسيا للناشئين 2020 هنالك في المنامة يقدموا أداء رائع إن شاء الله، وهذا اللي نأمله إن شاء الله منهم. نعم بكر علوان، شكرا جزيلا لك أنك شاركتنا في هذه الحلقة، كنت معي من صنعاء، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا الكرام أيضا معنا اتصال آخر من صنعاء، جمال الصبري بطل الوطن العربي وغرب آسيا في المصارعة الرومانية. مرحبا بك كابتن جمال. مساء الخير كابتن جمال. أهلا بك. سبتمبر مجيد لكم والجميع اليمنيين. علينا وعليك وعلى جميع اليمنيين. جمال، اسمح لي أن بداية أن أقدم تعزينا الحارة كون البطل هلال الحاج كان من أعز أصدقائك، لهذا سنتحدث في هذه الحلقة معك عن هلال وعن آخر الأيام التي جمعتكم مع بعض في مصر
حدثنا جمال، كيف كان يفكر هلال؟ كيف توصل إلى قرار الهجرة؟ رحمة الله عليه وتعازينا الحرة لأهل ومحبي كل الشهيد هلال. الحديث عن موضوع هلال هو حديث صعب جدا وموجع جدا للأمانة. أنا كنت مع هلال آخر الفترة في القاهرة بعد ما شاركنا في بطولة أسياد آسيا في جاكرتا إندونيسيا. رجعنا للقاهرة وكنا مقررين معا صراحة أن نبحث عن طريق للهجرة، ومش بس أنا وهلال، كثير من الرياضيين ومن الشباب في اليمن أصبح موضوع الهجرة هو الفكرة التي تسيطر على الجميع. بعد مشاركات كثيرة، ميداليات دولية كثيرة، كثير من الإنجازات، تكتشف أنه ما فيش أي فائدة أنك على المستوى الشخصي أو على مستوى أنك حققت طموحك في هذا البلد. هلال كان دائما يقول أنه ما عاد لناش مستقبل في هذا البلد، لأننا بذلنا كل ما في طاقتنا وكل ما في سعنا، وبمقابل أنه يعني البلد هذه أو المسؤولين في البلد هذه بيتنكرونك في أول مشكلة قد تواجهك، أو في أول إصابة قد يتخلوا عنك، أو في أول ما تبدأ تتعدي مرحلة معينة وتدخل مرحلة تدقال في الرياضة، أنه خلاص يتوقفوا عن مشاركة في البطولات، خاصة في البطولات، لأنهم أصلا يعتمدوا في أغلب الأحيان على مرحلة الناشئين والشباب. اللي في العالم كله هذه المرحلتين، مرحلة الناشئين والشباب هي مرحلة استعداد بس، أعداد عشان يصل المنتخب إلى المرحلة الرجال، وهم لاعبين محترفين. جمال، أنت أيضا تعرضت لإصابة، وأيضا كان هنالك إهمال بالتعامل مع إصابتك، وكما أخبرونا لقد لجأت للعلاج على حسابك الشخصي، حدثنا أيضا عن ذلك جمال. أنا تعرضت لإصابة في آخر بطولة لعبتها في شرم الشيخ، واللي جبت فيها مركز ثالث، وهذه كانت أول بطولة لي في فئة الرجال، رغم أنه أنا فئة شباب، أنا لازلت مش فئة رجال، لكن شاركت في بطولة رجال وكانت أول ميدالية لي ميدالية برونزية، وكمان معي ميدالية برونزية في نفس البطولة، بطولة إبراهيم مصطفى الدولية. وتعرضت فيها لإصابة. بعدها رجعت تعالجت في مصر، وقفت في مصر، صحيح في وزارة الشباب والرياضة دفعوا لي مبلغ، بس طبعا مبلغ بسيط جدا، 300,000 ريال، وأنا عندي كان رباط قطع في الرباط الصليبي، العمليه نفسها هذه الاصابه مكلفه جدا، وهم على حسب كلامهم هذا اقصى حد ممكن انهم يدفعوا، ما فيش عندهم مجال انهم يدفعوا اكثر من هذا المبلغ. وهذا هو الوضع مع كل الرياضيين الذين يتعرضون للاصابه في اليمن. جمال، في كثير يا استاذه، عشرات من الرياضيين معرضين لاصابات في الرباط الصليبي. انا وانا في القاهره لقيت كثير من الرياضيين تعرضوا لهذه الاصابه، منهم من منتخبات الكره، عدائين، كل الرياضات. منتخب الكره لقيت زميل اللي في القاهره عملوا له العمليه حق الرباط الصليبي وما فعلوش له تاهيل، قالوا له خلاص ارجع اليمن، يعني اعمل عمليه ولا كانه استفد حاجه ورجع اليمن عشان خلاص بطل الرياضه. وموهبه كان يحيى البليط اللي هو لاعب رقم 9، وكان واحد من ابرز اللاعبين في السنه الفائته منتخب الناشئين. جمال، برايك من هو عدو الرياضه في اليمن الحقيقي، العدو الرئيسي؟ هل هي الاوضاع التي تمر فيها البلد كما يتحججون المسؤولون، ام هو الفساد الذي ينخر في مؤسسه الرياضه في اليمن؟ يا عزيزتي، انا من في الرياضه من 2008، قبل ما يكون في حرب وقبل ما يكون في اي حاجه، عذرهم دائما انه وضع البلد غير لا يسمح. طبعا وهذا غير صحيح تماما. صندوق النشوء الشباب إيراداته بالملايين من زمان وحتى الآن بعد، ورغم هذا الأوضاع السيئة الاقتصادية اللي تعيش البلد، حتى الآن صندوق النشوء الشباب لا زال لديه إيرادات بالملايين. العدو الرئيسي للرياضة هي الإدارة في الرياضة والمؤسسات الرياضية. المؤسسات الرياضية مؤسسات فاشلة بكل ما تعنيها الكلمة، الإداريين اللي يديروا هذه المؤسسات هم مسؤولين فاشلين بكل ما تعنيها الكلمة. هذا الموضوع ليس شخصي ولا نتجاوز بحق حق، لكن هذا الواقع. نحن الآن خلال 20 سنة عجزنا عن تحقيق مثلا لا يوجد أي ميدالية أولمبية لليمن في المحافل الدولية، رغم أنها صرفت ملايين الدولارات، وأنا مسؤول على هذا الكلام، صرفت ملايين الدولارات على الرياضة وعلى المؤسسات الرياضية هذه، وعجزوا عن تحقيق إنجاز كبير مثلا في البطولة الأولمبية. غير هذا المزاج الشخصي اللي يتحكموا به والوساطات والفساد اللي في المؤسسات الرياضيه هذا يدمر الرياضه. غير كذا انهم في كثير من ما فيش عندنا وعي رياضي، مثلا
فبتكلم لك على نقطة مهمة لازم أذكرها، الفرق بين الألعاب الجماعية والألعاب الفردية. إحنا في اليمن أو في منتخبات في دول كثيرة الألعاب الجماعية مثلاً تكون في الكرة ما إحناش قادرين نحقق فيها إنجازات كبيرة. مثلاً هم سمع أحد على منتخب الكرة الأمريكي ولا منتخب الكرة الروسي؟ لا، لأنهم دول لا ما عندهمش إمكانية يشاركوا بكرة القدم، لكن هم مهتمين بالحاجات اللي هم جيدين فيها، اللي يقدروا يحققوا إنجازات فيها، مثل الألعاب القتالية والألعاب الفردية، السباحة، الجمباز، المصارعة، الجري، هذه الرياضات. إحنا في اليمن الآن رغم إن إحنا متأكدين إن إحنا ما نقدرش نحقق إنجاز عالمي كبير في الرياضة الجماعية، لكن لا زالوا ملايين الدولارات تروح لهذه الرياضة. طبعا أنا لا أقول إنه المفروض ما يدعموهاش، لكن المفروض يكون الاهتمام الأكبر للرياضات التي تحقق الإنجازات، الرياضات اللي تخلي اليمن تذكر في المحافل الدولية. الآن صح إحنا في الكرة نفوز مباراة، بنفوز بنسعد بنفرح، لكن ما بنفكرش أبدا في منصات التتويج. لكن هناك رياضات فردية وخاصة الألعاب القتالية، عشرات من الأبطال حققوا ميدالية دولية على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى غرب آسيا وعلى مستوى آسيا وعلى مستوى العالم حتى، لكن يظل الاهتمام بهم مقصور جدا، لأنه الوعي الرياضي عند المسؤولين والمنصات الرياضية غائب تماما. نعم جمال، الآن كيف هو وضعكم؟ هل تتلقون رواتب منتظمة؟ هل تتلقون لتدريب دوري؟ كيف يتم التعامل معكم؟ شوف، من ناحية التدريب احنا من أول ما دخلنا الرياضة هذه واحنا ما نحصلش أي عائد مادي منها. التدريب بالنسبة لنا نحن هو للرياضة، وبالتالي احنا دائما نتمرن بعيدا عن هذا الموضوع. كم يسلم لنا رواتب؟ انقطعت لفترة طويلة عادت الرواتب هذه، خصم منها النص أول حاجة، وانقطعت لفترة مرة أخرى، الآن عادت مرة ثانية، يعني كل شهرين ثلاثة يسلموا، لكن وخصم منها من النص، طبعا خصم منها 30%. يعني تخيلي انه لاعب منتخب وطني عنده 10 ميداليات دولية، كل اللي يستلمه من صندوق نجوى الشباب وزارة الشباب والرياضة 16,000 ريال، يعني لا يتجاوز 30 دولار. يعني موضوع مخزي جدا صراحة، وما أعرفش أنا هذه المؤسسات الرياضية ليش عادها مستمرة. إحنا كرياضيين نعتقد أنه هذه المؤسسات الرياضية ما دامت أنها لا تقوم بواجبها يجب أن تحل. تصرف عليهم ملايين الدولارات، تروح ملايين الدولارات تروح لهذه المؤسسات، وهي مؤسسات بلا جدوى، ما 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 تديرش هذه الأموال بطريقة صحيحة، وهذه الأموال تروح لمشاريع تنموية واستثمارية تفيد البلد، بدل ما هم جالسين يسرقوها. نعم، إذا جمال الصبري بطل الوطن العربي وغرب آسيا في المصارعة الرومانية، شكرا جزيلا لك أنك كنت معي في هذه الحلقة. اتصال آخر مشاهدينا الكرام من السعودية، سلطان القحوي، مرحبا بك سلطان، مساء الخير. مساء النور، ارحب بك اخت امل وارحب مشاهدين قناه بلقيس، واول شيء اهني المشاهدين والجمهور اليمني بمناسبه تاهلنا منتخب الناشئين لنهائي كاس اسيا في البحرين. اول شيء المنتخب الوطني الناشئين يعني وحد اليمنيين واسعد اليمنيين في كل بقاع الارض، يعني شفنا الالتفاف في الجمهور اليمني في الداخل والخارج يعني حول المنتخب، يعني السعادة الغامرة رغم ما تمر به البلاد يعني من ظروف وحرب ومأساة، إلا أنه استطاع أن يوحدهم. مع أن المنتخب الوطني الناشئين يعني رغم المعاناة اللي تلقاها يعني قبل البطولة والاستعدادات، أنه يعني طلع من صنعاء وقع 3 أيام في المنفذ ثم وصل إلى السعودية ويلعب اليوم الثاني، يعني تخيل يا أختي أنه يطلع اليوم واليوم الثاني يلعب مباراه وديه ثم يسافر الى قطر، وكل احنا نعرف يعني امكانيه قطر وامكانيه المنتخب القطري الناشئين يعني انهم يستعدوا للبطوله من 6 أشهر في اوروبا ومباراه وديه يعني من قبل 6 أشهر، والحمد لله ان المنتخب اليمني ظاهر بمستوى مشرف، مع اننا كنا احنا نتمنى ان يتاهل المنتخب الوطني للناشئين يعني مصدر المجموعه، الا اننا تاهلنا كثاني المجموعه، وكلنا نعرف يعني ان المنتخب المستضيف للبطوله هو اللي ينظم الجدول وينظم الملعب، وان البطوله تقام على ملعب واحد، وكل احنا كنا نلوم الاتحاد القطري او الاتحاد الاسيوي انه ما لعبت المباراه الاخيره في نفس الوقت مع المنتخب اليمني والمنتخب القطري، الا انه الاتحاد القطري له الحقيه انه ينظم البطوله وتوقيت يحدده هو، لانه البلد المستضيف. يعني احنا رغم امكانيتنا احنا اسعدنا الجمهور اليمني.
نعم، إذا سلطان القحوي كنت معي من السعودية، شكرا جزيلا لك، شكرا أنك كنت معي في هذه الحلقة. إذا مشاهدينا الكرام نذهب الآن لنستعرض لكم بعض التصريحات التي وصلتنا عبر الواتساب من الشارع اليمني. في الحقيقة أظهر المنتخب الوطني سواء للناشئين أو المنتخب الأول أظهروا قدراتهم أو احترافهم أثناء المباريات خلال هذه التصفيات، لكن هناك إهمال كان متعمدا من قبل السلطات الرياضية. اليوم وبعد هذا الإنجاز الذي حققه منتخب الناشئين لابد من اهتمام بهذا المنتخب كي يكون لليمن مقعدا في سلم الرياضة العالمية. الشعب اليمني استبشر وفرح في خلال هذه الفترة ببطولة الناشئين التي أثبت أن هناك شباب قادر على العطاء في مجال الرياضة وخصوصا كرة القدم، ولكن هناك تساؤل وإهمال بسبب الحرب القاتمة على بلدنا. يوجد ذاك التساؤل، إلى متى يكون هذا الإهمال على الناشئين وعلى كرة القدم وعلى الرياضة بشكل عام، من كومبو وكرة قدم وكل الألعاب الرياضية التي يحتاجها الشباب ويحتاجها المجتمع للتنمية من أجل الظهور. هذه رسالة قوية التي قام بها منتخب الناشئين، أن يوجد ذاك الثغرة البيضاء في جسد الإهمال والتعب. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة التي احتفينا بها بمناسبتين، مناسبة الذكرى 57 لثورة سبتمبر المجيدة، وأيضا بتأهل منتخباتنا الوطنية لكرة القدم. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.